Je suis très, très content de... بداية أنا سعيد جدا لأني وقعت للرجاء البيضاوي. أعتقد أنني أحظى بفرصة كبيرة لأنه فريق تاريخي ونادي جيد، وأعتقد أيضا على أنه يتوفر على لاعبين جيدين. بالنسبة لي المهم هي الجاذبية التي جاءت بي إلى هنا. أعلم جيدا على أنني سأعمل مع لاعبين بمستوى عالي، نستطيع لعب كرة جميلة، نستطيع الفوز، ونستطيع أيضا تكوين فريق قوي. وأكرر على أنني سعيد بهذه الفرصة. أظن على أننا سنعمل بنادي كبير. من الطبيعي أن الأهداف دائما هي الفوز، لأن هناك جماهير تنتظر، هناك مجموعة من الأشخاص بجانب الفريق، لأنه كما قلت نادي كبير، ولتحقيق ذلك يجب علينا العمل جيدا وخصوصا على طريقة لعب الرجاء والإعداد البدني والتكتيكي. هكذا يمكن صناعة فريق مميز سواء على المستوى المنافسة المحلية أو حتى القارية. بعمل جيد سنضمن نتائج جيدة. أظن أن الشيء الإيجابي بعدما قمت بتحليلات خاصة بالفريق أنني سأشتغل مع لاعبين جيدين، وأنا فخور بذلك. ملعب جيد، جماهير تشجع، أظن أنها فرصة جيدة بالنسبة لي للعمل بالرجاء، خصوصا أن المستوى العام للفريق مشرف جدا. بخصوص الجمهور، فأظن على أننا أمام فريق جدير بالتشجيع والمتابعة، ودائما يقاتل من أجل الفوز بالملعب، وسنتعاون جميعا من أجل أن نكون عند حسن الظن. فالعمل ثم العمل ثم العمل.